كرد فعل على التصعيد الإسرائيلي تتجدد التظاهرات في غزة رفضا للانتهاكات وعمليات الاقتحام غير المبررة التي تنفذها قوات الاحتلال. محمد البلبيسي والتفاصيل. في الوقت الذي يتصاعد فيه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتزداد هجمة الاحتلال على المسجد الأقصى والمقدسات، يشتد عود الفعل النضالي الشعبي على حدود غزة. تتجدد التظاهرات في كل يوم الرافضة للحصار والممارسات الاحتلالية بحق المقدسات. الفعل الثائر الذي يقوم به الشباب الثائر على السلك الفاصل شرق غزة هو تعبير عن حالة الغضب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اتجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من انتهاكات واعتداءات واقتحامات في موسم الأعياد الصهيونية للمسجد الأقصى، وهو إعلاء للصوت رفضا لحالة الحصار المطبق والخانق التي يعيشها قطاع غزة منذ عشرات السنين. مع استخدام الشباب الثائر لأدوات خشنة وإطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية للقطاع، يرفع جيش الاحتلال من وتيرة قمعه للمتظاهرين، بالإضافة لقصفه مواقع ومراصد للمقاومة الفلسطينية بالمدفعية، ليبقى المشهد مرشحا لمزيد من التصعيد. النشطاء يتجهون إلى مزيد من الفعاليات في شرق عند السياج الفاصل مع أرضنا المحتلة عام 48، ومن الواضح أن الشباب الثائر يستخدم أدوات أكثر خشونة بشكل متدحرج للأعلى، بمعنى بالأمس كان هناك استخدام للبالونات الحارقة، ومن الواضح أن الأمور ستتجه أكثر وأكثر إلى مزيد من الأدوات. مهما بلغت الأمور فإن قطاع غزة سيظل يعني شاهدا ومؤثرا في المشهد الفلسطيني. فشلت الجهود المصرية والأممية لخفض حدة التوتر في القطاع مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. يصر الشعب الفلسطيني على حقه بالتعبير عن غضبه وممارسة المقاومة بكل أشكالها وأدواتها للرد على جرائم الاحتلال والتصدي لعدوانه المتواصل بحق الأرض والإنسان والمقدسات. محمد البلبيسي، قناة الرابعة، غزة، فلسطين.